إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ليس تسطيحا ولا استخفافا بالمعامل ولا بمخرجات العلم الحديث أن نقول إن كثيرا من البلايا والرزايا والفتن والمحن سببها الذنوب والمعاصي. نستند في ذلك إلى قول الحق جل ثناؤه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ونستقوي على ذلك بقول الحق جل ثناؤه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله: فأخذهم بذنوبهم. وقال الحق: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقع زلزال على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فكتب إلى عماله في الأمصار أن استغفروا الله واضرعوا إليه. نعم، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. عنوان خطبتنا العريض: اللهم استغفار لا إصرار. نعم، ما أحوجنا للاستغفار أن يكون شعاراً ودثاراً وحديثاً في المجامع والمنتديات، في البيوت والسيارات والموائد، أن تكون وصية الأخ لأخيه والزوج لزوجه، أن نثير هذا في مجتمعاتنا حتى يصبح العنوان الأعرض والعلامة الكبرى: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستوراً لخطاء. إذا شاع بيننا الاستغفار في مجتمع واعي فستخضر حالتنا وستبيض صحائفنا ووجوهنا. أيها الإخوة، الاستغفار شعار الأنبياء والمرسلين ودثارهم. قال الله تعالى عن الأبوين آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال جل ثناؤه في نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفي شعيب قال الله:
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وعن صالح قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وعن داود قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وعن سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ونادى الجليل من عليائه محمدا صلى الله عليه وسلم: وناداني وناداك في شخص محمد فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم استغفار لا إصرار. الاستغفار شعار الأنبياء والمرسلين وطريقة الأولياء. وهكذا كان المؤمنون قديما وحديثا: إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أحسنوا استغفروا. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عن المؤمنين الذين وصفهم بالمسابقة والمسارعة في ثنايا الآيات قال: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه فيقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان الحبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 12,000 مرة. 12,000 مرة. وقاعد متكئ على أريكته ربما يقول: ليس عند أبي هريرة ما يشغله. يظن هذا القائل الغر أنه يدير الدنيا ويحرك الجيوش ويتعامل في المختبرات ومشغول بالمؤتمرات، ويظن أن أبا هريرة كان خاليا من الأشغال، لذلك يقطع سحابة نهاره وعامة ليله بالاستغفار. لو استغفرت قدر ما تطالع شاشة جوالك لفقت أبا هريرة رضي الله عنه في الاستغفار. يا أبا هريرة، ما الحامل لك أن تستغفر الله في اليوم 12,000 مرة؟ قال: أستغفر الله بمقدار ديتي، رضي الله عن أبي هريرة. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول لخادمه نافع: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار. وهذا رياح القيسي يقول: لي نيف 40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. لا تدري من أي شيء تستغرب، أمن إحصائه لذنوبه؟ لما قلت ذنوبهم وخطاياهم عرفوا من أين أوتوا، ولما كثرت وعظمت ذنوبنا وخطايانا لم نعرف من أي الجهات أوتينا. إن أحدهم كان يقول: إني لأعرف أثر ذنبي من خلق راحلتي وزوجتي. لي نيف 40 ذنبا استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. الاستغفار بالأسحار صفة الكبار. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار يا سادة أمان. كان في الأرض أمانان: وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله جل ثناؤه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال من قبل: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار أمان. خطب النبي عليه الصلاة والسلام ذات عيد، ثم نصب بلال بين يدي رسول الله العنزة، فتوجه إلى النساء ثم خطبهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار،
فإني أريتكن أكثر أهل النار. إذن الاستغفار أمان لرزايا الدنيا والآخرة، والاستغفار نجاة. قال الله تعالى في يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح المقصود في الآية هو استغفار يونس المبين في الآيات الأخرى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الاستغفار نجاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أحمد وأبو داود، وحكم العلامة أحمد شاكر بصحته. عن الأغر المزني رضي الله عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه، أنه قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. الاستغفار مجلبة لمحبة الله تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الاستغفار متاع. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهنا لطيفة قرآنية في قوله تعالى: يمتعكم متاعا حسنا. الاستغفار مجلبة للنعم التي لا نغص فيها ولا هم ولا تكدير. عن عبد الله بن بص أن سيدي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. الاستغفار موجب من موجبات الرحمة: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والاستغفار رفعة يا سادة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. وأعظم الاستغفار أيها الإخوة أن يقول العبد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أن يستغفره بالصيغ. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال له: قل اللهم قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثمة استغفار واستثمار واستكثار، وهو أن تضم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في استغفارك، فيعطيك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أخرجه في المجمع الهيثمي، وحكم الألباني أن الحديث حسن. رحم الله الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. My brothers and sisters in Islam, many of the calamities and misfortunes and trials
that a human being undergoes in this life is a consequence of sins and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And the evidence for this is what Allah says in the Quran, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Corruption has spread on land and sea as a result of what people's hands have done, so that Allah may cause them to taste the consequences of their actions. And likewise Allah says in another ayah, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Whatever affliction befalls you is because of what your hands have committed. And Allah subhanahu wa ta'ala again says in this ayah, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. So their Lord crushed them for their crime, leveling all to the ground. An earthquake occurred when the righteous Khalifa Umar ibn Abd al-Aziz was in charge. And so he sent a message to his representatives, أَنِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَضْرَعُوا إِلَيْهِ. Because these people had deep understanding of why calamities and misfortunes occur in the lives of humans. He says to them, this is the message, seek Allah's forgiveness and humble yourselves to Allah. Why is that? لِأَنَّهُ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبَ. No calamity occurs on this earth except because of sins. وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَ. And it is not lifted until people turn back to Allah in repentance. Yes, my brothers and sisters, how much we are in need of seeking Allah's forgiveness, that we should talk about this in masajid, in our houses, in our cars, that a brother should advise his brother, and a man should advise his wife, and likewise the wife should advise the husband, that we should seek Allah's forgiveness. For when istighfar it becomes pervasive in the ummah, it becomes widespread, then Allah will better our situation. Allah will brighten our faces. And Allah likewise will whiten the pages of the book of deeds. Istighfar is the path of the prophets and the messengers of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala speaks of our parents, Adam and Hawa, that they supplicated to Allah, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Our Lord, we have wronged ourselves. If you do not forgive us and have mercy on us, we will certainly be losers. And Allah subhanahu wa ta'ala says of Nuh, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house in faith and all believing men and women. And Musa alayhi salam supplicates to Allah, رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. My Lord, I have indeed wronged myself, so forgive me. And he forgave him. Indeed, he is forgiving, the merciful. And of Shu'ayb, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. And seek your Lord's forgiveness and turn to him in repentance, for my Lord is merciful and he endears himself to those ones who seek forgiveness. And of Salih he said, فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. So seek his forgiveness and turn to him in repentance. Surely my Lord is ever near, all responsive to prayers.
and of Daoud, Allah says, وَظَنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ. And then Daoud realized that we had tested him, so he asked for his Lord's forgiveness. He fell down in prostration and he turned to him in repentance. So therefore, my brothers and sisters, istighfar is the way and the lifestyle of the prophets and the messengers of Allah and the awliya, the chosen ones of Allah. And this is how the believers have always been, past, present, and future. When they commit sins, they seek Allah's forgiveness. And when they do good, they seek Allah's forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala says of the believers, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. And whoever commits evil or wrongs themselves, then seeks Allah's forgiveness, will certainly find Allah all-forgiving, most merciful. And in Surah Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, He praises believers. He gives them the good news of Jannah. He describes all the good qualities that they have. But then again he says, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Yes, even those believers that Allah paid so much tribute to, they can also fall into major sins. Those who, upon committing an evil deed or wronging themselves, remember Allah and seek forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah? As for our Prophet alayhi salatu wasalam, he used to address his companions and he would say, Ya ayyuhan nas, استغفر الله وأتوب إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 times. He says, O people, seek Allah's forgiveness and turn to Him in repentance. For I, meaning himself, I seek Allah's forgiveness 100 times in a day. As for Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, he says, إني لأستغفر الله في اليوم 12,000 times. He says, I seek Allah's forgiveness in a day 12,000 times. And perhaps somebody might sit back and think, well, Abu Huraira must have been very idle. Maybe he didn't have much to do. And that is why he would spend his day and night making istighfar. What I say to you, my brother, you that runs the whole world, you that controls the affairs of everyone, you that is busy in the lab and organizing conferences, I say to you and myself that if we made istighfar for the amount of time that we spend on our mobile phones, then wallahi we would make more istighfar than even Abu Huraira radiallahu anhu. So we ask Abu Huraira, why do you make 12,000 istighfar? And he says, astaghfirullaha bimiqdari niyyati. He says this number of istighfar in order to compensate for what his whole body is worth, what his blood money is worth in terms of istighfar. And this is one of the pious predecessors, Riyahun al-Qaisi. Listen to the amazing confession that he says. He says, لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 times. He says, I have 40 something sins. And for every sin, I have asked Allah for forgiveness 100,000 times. You will not know what to be amazed with. Is it the fact that he would count his sins? Yes. Those early Muslims, they had very few sins.
So they would count how many sins they have committed. And so when calamities and misfortunes come their way, they would know, this is because of this, this is because of that sin. But as for you and me, we have numerous sins. So many there are, that when calamities and trials and misfortunes, they come to us from all different directions, we have no clue what is it that we did. Because the sins are so many, they are uncountable. But for him, he would count. And that is why one of them, he says, that I would know from my sins, he says, I would know even from how my wife behaves and how my horse and camel behaves. If my wife brings trouble, if she misbehaves at home, I know it is as a consequence of my sins, he would say. Seeking Allah's forgiveness in the hours that precede the dawn of the Fajr prayer is from the attributes of the great believers. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ Allah says, little did they used to sleep at night. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ And when it was almost dawn, it was almost time for Fajr, they would turn to Allah in forgiveness. Why? Because forgiveness is tranquility. Forgiveness is salvation. Forgiveness is a guarantee that Allah will not bring about His torment. We had two guarantees on the face of this earth. One of them, وجود النبي صلى الله عليه وسلم, the presence of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. And Allah says of this, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah says that He will not punish this ummah for as long as the Prophet is amongst them. But the Prophet is gone. So what is the second guarantee? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ And Allah will not punish an individual or an ummah for as long as they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, one day after he gave the Eid khutbah, he specifically went to the women. And I want our sisters to listen to this message. He said to them, يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. O women folk, give in charity in plenty and make istighfar in plenty. Why? فإني أريتكن أكثر أهل النار. For it has already been made clear to me, he said, that the women folk are the majority of the inhabitants of hellfire. Seeking Allah's forgiveness is salvation. Allah says of the story of Yunus alayhi salam, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ And this tasbih that Allah mentioned, that was the cause for him to be saved from his predicament, is the one that Allah refers in another ayah, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ This is explicitly seeking Allah's forgiveness. And Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with both him and his father, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, listen to this amazing hadith, that he said, مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارِ Whoever who makes istighfar his habit, it becomes part of their lifestyle, جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا Allah subhanahu wa ta'ala will give him from every discomfort, from every hardship, will give them ease. وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا And from every tight situation, Allah will open out a way for them. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ And Allah will provide for them from where they do not expect. Istighfar, it brings about the love of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Surely Allah loves those who always turn to Him in repentance and those who purify themselves. Istighfar
is enjoyment in this life. And that is why Allah said, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. The scholars, they said, لَطِيفَةٌ قُرْآنِيَّةٌ. This is the beauty of the hidden meanings of the Quran. Whoever who wants bounties and favors from Allah that are not mixed with pain, with stress. Today a person may be wealthy, but they don't sleep at night until they take pills. Today a person may be well-to-do, but their lives are miserable. Today a person might have children, but his children are a source of tribulation and torment for him in this life. A person might have it all, but there's no contentment. If you want it all, free from all of this, from stress and depression, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. He will give it to you on condition that you make istighfar. Let it be part of your practice and lifestyle. Abdullah ibn Busr relates from the Messenger of Allah that he said, طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. Successful is the believer. Good news to the believer who on the day of resurrection, when he's given his book and he looks inside, he sees that he made istighfar in plenty. Like Abu Huraira or Riyahin al-Qaisi or the believers who follow their footsteps. And in another narration, the Prophet said, sallallahu alayhi wasallam, من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. Whoever who wants to rejoice, to be happy when they see their book of deeds, then let them record in those books plenty of istighfar. Istighfar, it brings the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. That if you turn to Allah in forgiveness, He will have mercy on you. Istighfar is a means for a person to be elevated. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said that verily Allah raises the status of a servant in Jannah, takes him to a very high status, something that he did not deserve, something that he did not work for. And then he says, Ya Rabb, أنا لي هذه. How did I deserve this? And the answer comes back, باستغفار ولدك لك. The child, the son, the daughter that you left behind, they kept on making istighfar for you on your behalf. And on account of that, Allah raised your status in Jannah. See how important it is to ask for Allah's forgiveness for the parents every time. And there's so many ways of making istighfar. You can say, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. You can say, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. As for Abu Bakr, he went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said, Allimni du'a'an ad'u bihi fi salati. Teach me a dua that I will make in my prayers before I end it. قل, he was told to say, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. We must never lose hope of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah says in the Hadith Qudsi, and this is what gives us hope, my brothers and sisters. Allah Azza wa Jalla says in a Hadith Qudsi, يبنى آدم, O son of Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء, if your sins were to pile from this earth to the highest heavens, ثم لقيتني لا تشرك بي لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. He says, for as long as you do not ascribe partners with me, shirk, for as long as you turn to him in forgiveness, he says, I will forgive all your sins.
regardless of how numerous, how many they are. We must never lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala. For as long as the soul is inside here, yes, reflect. Just as I'm coming inside the masjid to give the khutbah, there's a body of a Muslim lying outside here. It's waiting for us to make janazah and to make istighfar for them. His time is up. The books have been closed. Unless the people that he left or she behind make istighfar for him, it is, or her, it is over. But you and me, we can breathe. We're alive. We don't make istighfar. We don't do what is required for us. And that is why they said, listen to this. النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا. People are asleep, but when they die, they wake up. Yes, they're asleep. They're watching Netflix. They're spending the whole night on TikTok until it is time for Fajr and they never wake up to pray. They're spending hours committing zina and all kinds of sins on their phones. And they don't care. فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا. However, when death comes knocking on their door, that'll be the wake-up call. But it'll be too late for them. So my message to myself, to you, my brothers and sisters, before it is too late, let us make istighfar and turn back to Allah in sincere repentance. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لآبائنا الميتين وارفع درجاتهم في الجنة اللهم اغفر لآبائنا الميتين وارفع درجاتهم في الجنة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة